السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. إحنا بدأنا الأعياد وبدأنا التجمعات، ومع التجمعات بيحصل دايماً مشكلات. يعني إيه مشكلات؟ أقول لحضراتكم، دايماً إحنا في التجمعات بنقول كلام ما بناخدش بالنا منه، والكلام ده بينزل مثل الرصاص على الناس اللي بنحبهم أو الناس اللي إحنا مهتمين بقبرهم. إزاي يعني؟ أوضح لحضراتكم. يعني مثلاً بيحصل في أي تجمع في العيد، بنكون مثلاً مع أقاربنا، مع عمتنا، مع خالتنا، مع أي حد، وتلاقي كده بسهوله واحد قال لاحدى البنات اللي مثلا عدت 30 او 40 سنه: ها احنا مش هنفرح بيك قريب، ها مفيش اخبار حلوه في الطريق. وتفتكر انك انت الامر ده فاني ولطيف كل حاجه، تقول لها: ها يا بنتي ما تشدي حيلك بقى، احنا عايزين نفرح بيك، انا عايزه اطمن عليك قبل ما اموت. تطمن عليها ايه؟ طب وانت هتعمل لها ايه؟ يعني هتطمن عليها ازاي؟ ما تتصوروش الكلام ده بيضايق البنات قد ايه. اي حد بيتضايق جدا جدا لما يتقال له الكلام ده. يعني البنات بالتحديد، سواء بنت او مطلقه او ارمله او ما الى ذلك، ما ينفعش انك انت تدخل في خصوصيتها الشخصيه وتسالها: مش هنفرح بيك قريب، مفيش اخبار حلوه في الطريق، ما تشدي حيلك بقى كده، عايزين نفرح بيك، عايزين نعمل فرح، عايزين ننبسط، عايز اشيل عيالك، ايه القصه دي كلها؟ كل الحاجات دي لو سمحتوا ابعد عنها تماما، بلاش تضايق البنات والكلام اللي مش لطيف ده. في ناس بقى تقول لك حاجه تانية: هي عيون الرجاله عميت ولا ايه؟ يا بنتي ما تشوفي لك حد، ما تشدي حيلك بقى. يعني البنت هتشد حيلها تعمل ايه؟ انت فاكر ان الكلام ده بيبقى لطيف، وفاكر انك انت بتبقى فاني وكان انت خايف عليها وكل حاجه، لكن الحقيقه لا انت خايف عليها ولا، او يمكن انت الله اعلم خايف عليها، بس في الحقيقه ما ينفعش ان حد يقول للبنات الكلام اللي بيتقال ده. هذا اولا. اما ثانيا، فيعني اذا كان مثلا في حد تاخر بيه الانجاب، او مثلا اتجوز بقى له كام سنه، بيبقى ده يعني تقريبا مجال القعده كلها، بيبقى كل الكلام عليه. اول حاجه بيتقال للست اللي ما انجبتش: ها انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ ما انتوا يا بنتي متجوزين بقالكم 3 4 سنين، ما تشدي حيلك، ما تروح للدكتور الفلاني. لا سيبك من الدكاتره، انا هقول لك على وصفه بلدي تجيب من الاخر. وتقول لها على وصفه، هي اكيد جربت الوصفات دي وعملت كل حاجه، وجار واحد للدكاتره وعملت كل ما يعمل، فهي مش مستنيه نصيحه سعادتك. فمن فضل حضراتكم، لما يكون في سيده تاخر بها الانجاب وانتوا قاعدين في قعده او في تجمع او في العيد او ما في الى ذلك، ابتعد تماما عن ان انت تدلي بدلوك او تقول لها اي نصيحه. لا تقول لها اي نصيحه ولا تقول لها اي حاجه، خليك في حالك. بنت تأخر بها سن الجواز ما تقولهاش حاجة، برضو خليك في حالك، امتنع تماما عن انك انت تقول لها الكلام اللي بيحرق الدم اللي انت فاكر انه هو لطيف. لا تقول لها شدي حيلك، ولا هنفرح بيكي امتى، ولا عيون الرجالة عميت، ولا هي مالها عيون الرجالة عميت ولا ما عميتش؟ يعني هي مش دكتورة نظر علشان تعرف اذا كانت العيون عميت ولا لا. فمن فضلك يعني ابتعدوا تماما عن مضايقة البنات او مضايقة السيدات اللي تأخر بيهم سن الزواج، او مضايقة السيدات قصدي اللي ما انجبوش يعني. هذا اولا. ثانيا، لو في بقى واحده ارمله او مطلقه، دي بتبقى يعني محور القعده كلها. ازاي يعني؟ يعني يفضل يقول لك: انت طلقتي ليه يا بنتي؟ ما كنت كان زمانك قاعده في بيتك متهنيه مع جوزك، عاجبك شحطتك عيالك كده، عاجبك كل واحد ماشي مع ابنه، وانت ولادك ما لهمش اب. طب وانت يعني هتقعدي كده لغايه اخر العمر؟ ما تشوفي لك حد كويس، ما يعني شدي حيلك، وحتى لو واحد متجوز، حتى لو واحد كبير، حتى انت مش هتنظم لها حياتها. بعد اذن حضراتكم، بلاش حكايه تنظيم الحياه للاشخاص دي، كل واحد اضرب حياته وقادر ينظمها ازاي. مفيش داعي حضرتك تيجي في كل بكل هدوء كده وتفضل تنظم لها حياتها، انت مش جوه حياتها علشان تعرف تنظم لها. كل واحد اضرب حياته واضرب الطريقه اللي هيقدر ينظم بيها اموره. فمن فضلكم بلاش يعني تقديم النصايح كده عمال على بطال. طلب منك النصيحه اتفضل قولها، ما طلبش النصيحه يا ريت بلاش ايه تتبرع كده وتقول النصيحه. في بقى حاجه كمان غريبه قوي بقى تيجي دلوقتي، يعني مثلا واحده حامل قربت في الشهر الثامن او التاسع: يلا يا حبيبتي بقى انت هتولدي امتى؟ ما يلا بقى اعملي السبوع. يا انت لسه ما ولدتيش؟ والله احدى السيدات قالت: انا نفسيتي تعبت جدا من كتر الناس ما بيسالوني: ها هتولدي امتى؟ انت لسه ما فقستيش؟ لسه كل ده شايل العيل، انت هتولديه بيمشي ولا ايه؟ وتفتكر انك انت فاني ومبسوط بيها وخايف على صحتها. انت يا سيدي الفاضل لا هتتحمل الم ولاده، ولا هتتحمل تكاليف سبوع، ولا هتتحمل تكاليف الولاد، ولا حاجه خالص، هتخليك في حالك. مفيش داعي نفضل نضايق الست الحامل كل شويه: ها هتولدي امتى؟ لسه لك كتير؟ شفتي ولد ولا بنت؟ انت ممكن تقول الكلام ده مره، خلاص قلنا مره ما يفضلش اقوله بقى 20 مره، مش كل ما قابل الست الحامل يبقى هو ده محور الكلام. فمن فضلكم بلاش مضايقات لا للسيده الحامل ولا للبنت التي لم تتزوج، ولا للارمله والمطلقه، ولا للي ما خلفتش طبعا. في بقى حاجه فاني وظهرت جديد، هي الحقيقه لا فاني ولا حاجه، هي الحقيقه حاجه محزنه. ان الشباب لما بيكون قاعد، يمكن الشباب بياخدها بشكل بسيط ويرد وكده، انما الحقيقه في شباب تانيين بيتضايقوا.
انت تلاقي اي شاب تجاوز 30، تجاوز 40، تجاوز اي سن، تفضل تقول له هيا يا فلان ما خطبتش ليه؟ انت مستني ايه؟ ما تروح تخطب يا ابني، ما الناس كلهم خطبوا، اشمعنى انت من زمايلك فلان ده خطب، ده كان اصغر منك يا ابني، ده ودلات عياله بيمشوا، انت مستني ايه؟ وتفضل تضايقه بالكلام، والكلام ده يصبح مثل الرصاص وانت مستمر فيه وفاكر ان دي حاجه عاديه. انا عايزه اقول لحضرتك، مالكش دعوه باللي خطب وباللي اتجوز وباللي انفصل وباللي طلق، الكلام ده كله يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فما فيش داعي ان احنا نفضل نضايق الناس بكلامنا اللي بيصبح مثل الرصاص، وانت بتروح وتنسى الكلام ده وخلاص، روحت ونمت وخلصنا على كده ونسيت كل الكلام، وبيفضل صاحب الكلام في ذهنه. يعني ساعات كتير البنات بتوافق على اي حد وخلاص علشان تهرب من الكلام السخيف. طبعا انا مش، انا ضد الموضوع ده، مش مع حد ان هو عشان يهرب من كلام الناس يرتبط باي حد وخلاص، انما الحقيقه اللي انا عايزه اقوله، بلاش نقول كلام يضايق اللي حوالينا، وانت فاكر ان دي حاجه لطيفه وكويسه، ده انا بهتم بامرها بقول لها اتجوزي، ده انا بهتم بامر بروح اقول له اكشف وشوف الخلفه من مين، ده انا بهتم بامرها واقول لها هتولدي امتى. لا يا سيدي، لا تهتم بامرها ولا بامر غيرها، انت بس خليك في حالك واهتم بامور نفسك. مفيش داعي كل شويه كل ما تقابل الست الحامل ها هتولدي امتى، مفيش داعي كل ما تقابل بنت او مطلقه او ارمله ما يا ستي بقى يلا خلينا نفرح بيكي، بترجعي لجوزك ما هو مش عارفه ايه، وتفضل كان انت شايل همها وانت مسخر نفسك لهذا الامر، وفي حين انك انت اساسا مش همك وبتنسى الكلام بمجرد ما تسيبها. فمن فضلكم بعد اذنكم اتركوا البنت التي لم تتزوج او الارمله او المطلقه في حالها، اترك اللي ما خلفتش او اللي خلفت او اللي ما جابتش ولاد ما جابتش بنات، دي برضو سيبها في حالها، ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وان شاء الله عشان تبقى تجمعات سعيده وكويسه مفيش داعي ان احنا نفضل نضايق اللي حوالينا. يا رب كل ايامكم تبقى اعياد، ويا رب كل تجمعاتكم تبقى خير. سعيده جدا ان انا قابلتك في الفيديو ده، شكرا لكل اللي تابعوني لنهايه الفيديو، ان شاء الله بقابلكم كل يوم في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره، أقابلكم بكرة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وأمنه.